رحب مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده وجمهوريه مصر العربيه المتضمن ادراج 59 فردا و12 كيانا ارهابيا مرتبطه بدوله قطر ومدعومه منها في قوائم الارهاب المحظوره لديها وقرر مجلس الوزراء بناء عليه اعتماد اولئك الافراد والكيانات الارهابيه اعلاه التي تخدم الاجندات المشبوهه ذات الصله بالارهاب ضمن قائمه المنظمات الارهابيه المعتمده من مملكه البحرين وكلف المجلس الجهات الرقابيه ذات العلاقه والاختصاص باتخاذ الاجراءات اللازمه بحسب القوانين المعمول بها